طيب، هي الطالبة منار هي محرجة تطلع تتكلم، فهي موكلة زميلها إبراهيم ليدر معاها في الحفلة، كان أو في حفلة التخرج. أستاذ إبراهيم أهلا بيك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مبروك على التخرج. ولا أنت الله يبارك في متخرجتش؟ حضرتك. اتخرجت ولا متخرجتش؟ الحمد لله اتخرجنا خلاص. الحمد لله. قولي بقى، هي يعني راحت اتكلمت عليها من وراها من غير ما تعرف، وصلت لها الحكاية، طلعت عبير عملت كده على المسرح. في فعلا محضر اتقدم ضد عبير؟ النهارده زميلتنا اعلنت ان هم بداوا اخذوا الاجراءات القانونيه وقدموا الشكوى بشكل رسمي، وان شاء الله يعني طب هي شكوى ايه؟ يعني شكوى سب وقذف؟ شكوى ايه؟ شكوى انا ما عنديش هذه التفاصيل للاسف، بس يعني ممكن. طيب واقع الامر، الناس اللي هي تخيلت كده ان هي احرجتها قدام الناس فخدت حقها، واقع الامر ده على زملائكم، انتوا شايفين مين اللي غلطان؟ الحقيقة أنا شايف إنه إحنا يعني تقريبا فضلنا ملتزمين الأدب والذوق طول الوقت، يعني صدق. هل ضيف حضرتك أستاذ فهد لسه موجود؟ أقدر أوجه له أسئلة؟ الإيه؟ هل أستاذ فهد لسه موجود؟ أقدر أسأله سؤال قدام حضرتك يعني؟ ما أكلمه له أستاذ فهد، عايز إيه تسأله إيه؟ طيب، أنا بس عايز أوضح شيء، إنه في البداية إحنا حقيقي حقيقي التزمنا أقصى درجات الأدب. إحنا كان اتفقنا مع أستاذ فهد إنه مفيش حد من بره هيقدمنا، زميلتين من زميلاتنا هم اللي هيقدمونا. هي عبير ايه، مش زميلتكو؟ لا، عبير استاذ عبير احنا ما نعرفهاش خالص، حقيقي ما نعرفهاش. يعني احنا والله فاجئنا بجد بيها في وسط الحفله، ان دي بتقدم الحفله يعني وخلاص. هي مقدمه حفلات يعني، احنا فوجئنا بيها رغم انه كان اتفقنا مع استاذ فهد انه ما حدش من بره هيقدمنا، احنا اللي هنقدم. امال انتوا كنتوا عايزين ايه يعني؟ حد من الطالبات يقدم الطالبات؟ ما بالظبط، احنا بيحصلش. ده كان اتفقنا مع استاذ فهد وكنا محضرين نفسنا على هذا الامر. بس هو ما بيحصلش في حفلات التخرج ان الزملاء يقدموا بعض، يعني لازم حد من بره، بس مش من بره برضه، بيبقى من هيئه التدريس مثلا، من المشرفين في الجامعه، والله مش يعني بيبقى ده مقدم. شيء بيبقى في العاده متروك بالطبع. احنا كان اتفقنا مع استاذ فهد انه احنا عايزين اثنين مننا هم اللي يقدمونا، وهو وافق على هذا الاتفاق، لكن فوجئنا في وسط الحفله كده. طب ما احنا ممكن نفهم من استاذ فهد، استاذ فهد، الو استاذ فهد، هما بيقولوا ان هو كان تم الاتفاق مع حضرتك ان هما مش عايزين حد من بره يقدم الحفله، ده حصل؟ ايوه بالظبط. طب ايه اللي خلى بقى استاذ عبير تقدم الحفله؟ بص يا استاذه ريهام، عشان نختصر بس الموضوع، هم كانوا ما كانوش عايزين حد يقدم، ما كانوش عايزين استاذه عبير تقدم الحفله، عشان في اتنين من عندهم عايزين هم اللي يقدموا الحفله. ماشي، انت ليه بقى ما احترمتش رغبتهم؟ مش قصه ما احترمتش، احنا كل اللي معانا في الحفله دلوقتي بسبب الحظر اللي جه، تمام، ان الحفله مساله وقت. فلو كل اتنين بقى طلعوا يقدموا بعض واستنى ده يطلع يقدم الثاني وبتاع كده، الوقت بتاع الحفله هيضيع. فده بناء على، انت كنت عايزها تبقى منظمه اكتر يعني. يعني عايز الموضوع يبقى منظم بحيث ان مش ده يقدم ده، فبس في الاخر احترمنا رغبتهم وطلعنا حد زميلتهم اللي هو استاذه ساره قدمت الحفله. ده بعد الموقف ده ولا ايه؟ لا، قبل موقف عبير. يعني اللي كان بيقدم الحفله. لا طب انا بشكرك جدا، يعني هي استاذه عبير دي طلعت تهين واحدة من حفلة التخرج قدام زميلاتها وهي مش منهم كمان؟ جراءة بصراحة، جراءة. أنا بشكرك جدا.